ما هي واجبات الصلاة؟ كم واجبات الصلاة؟ أول شيء حتى نضبط العلم. نعم، واجبات الصلاة، واجبات الصلاة ثمانية. ثمانية، هذا علم ضبط. نعم، يا صلاة واجبات سمنتناتشو. الأول التشهد الأول، يمجمّلو تشهد الأول من نكمّدو. لا لا لا، اجلس يا أخواننا. العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. علم تراون طبقان كوسرناو تراون طبقان نملسوال، لكن يدخل مشوش نجرجن بتفلسنا بتزبى ملكو كجبابنا، هذا لا يمكن أن يخرج إلا أن يشاء الله. إيه مثل النسوة كلمة الله تعالى وفق ما استقر له مجلس. يقول واجبات الصلاة، يا صلاة واجبات لعلي تشهد الأخير، تشهد الأخير بلو ما مجلس، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، سبحان ربي العظيم مالتها ركوع. تقول لا 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 تتكلم، اجلس. تسأله ما هي أركان الصلاة؟ نعم، يا صلاة فرض وسنتناتشو. يقول أركان الصلاة ال 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 التشهد الأخير. نعم، يا صلاة فرض ال 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 التشهد الأخير بمن تماتم مدلس يلبت و و و و وقراءة الفاتحة. يوم كتش 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 أقوم مدلس يلبت. تقول لا 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 لا، أسكت، هذا لا ينفع، لابد يرتب العلم. علم با اندت افلت كعلوم اشتراهم كتش كتش أقوم مدلس. قيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، هكذا يسرد سرد يرتب العلم. يا بدون يرتب العلم، علم بتراو واتكالا يا التكبيرة قراءة القرآن يا رب ما لتنا ميقبوا. الوارثين من الذكور كون دوراش وتشتناشوا. يقول الجد والأخ الشقيق وابن عم شقيق. قل لا، اذهب احفظ. لكن الحافظ مرتب، يقول الابن، ابن الابن، الأب، الجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. الزوج والمعتق 15 ضبط في العلم، كما سلك السلف ورتب لك العلم، بقي فقط أن تسلك العلم. مفهوم؟ أما تطلب العلم على ما تحب، التشهد الأخير، التشهد الأول، قراءة، هذا لا، هو ليس بعلم، لا يصلح هذا، لا يحتاج ترجم. نعم، علم سيطيقو تراون زرزرو ماسك أمك انجي إياسفا كوان دوراشوتشو إنما ناتشو سيبال ألاه الشقيق. لا خلاص خلاص، نعم، نبال بيان على ابن وابن الابن وابن ابن الابن والأب والجد وأبو الجد يالا مقدرنا لبتراون. نعم، واجبات الصلاة، يا صلاة واجبات شنو من دزي هارقو مين أقرأني فلقي هذا؟ من يذكرها لي؟ من دزي هارقو مين مجلسه؟ نجا جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. نعم، أيوة أسف. لا لا، يمعتك علي الله أكبر من بالوت يمعتك تكبيرة سيكر تكبير الناس ناتشو، لأن تكبيرة الإحرام ركن. يما جمّر يا مقبيا وتكبيرة فرد لنا. نعم، قول قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وجوبا. ركوع لي سبحان ربي العظيم عندك زي مالته، لابد هذا اللفظ يقال مرة واحدة في الركوع. يا هاينات سبحان ربي العظيم يملو ذكر
عندك ذي كمالات منم أي كارينو. بعد هذا يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لكن لابد مرة واحد يقول سبحان ربي العظيم في ركوعي. هذه اللي لا يالله ذكر شكر يلمها نبياتي يمتعوا اللي جمر عندك ذيقين سبحان ربي العظيم كركوع ليل بالي قبل. نعم، وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمده برور موي على ذكر للنو الله سمينا ولا مسجد بدون شرح يا لإمام لا بتشاسقاج إمام ومنفرد لا سقاج مأموم لا لا سقاج لنا لا بتشاسقاج وقول ربنا ولك الحمد للجميع إمام ومنفرد ومأموم ربنا لك الحمد يملو لا بتشاسقاجم لا إمام لا تكتايم قول سبحان ربي الأعلى بهذا اللفظ مرة واحدة وجوبا في سجوده كسجود لا سبحان ربي الأعلى يملون ذكر مذكر وقول رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين رب يغفر لي يا ملون بسجدنا بسجد مكاكل قدسين يتشن ذكر عند ذي ذكرات والتشهد الأول نعم يا مجمر يا تشهد التحيات الأول يا مجمر يا مجمر والجلوس له تمام والجلوس له يعني يقرأ التشهد وهو جالس لا هو لا تنعتشو يعني تشهد النامك كما تقول